يوجد بستان مزروع نخلا، وصاحب البستان له الأرض، ومزارع زرع النخيل ويسقيه، واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه، ومنذ أكثر من 25 عاما لم يسق هذا البستان بالماء، فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر والحطب؟ عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان، صاحب الشجر وصاحب العمل، فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه، وما دام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل، إنه لا يستحق من غلتها شيئا، لأنه لم يؤدي ما شرط عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم، فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئا إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك. وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر فإنه يستحق بقدر ما يقوم من العمل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.